منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما، دأبت قناة الجزيرة على احتضان رؤوس الفتنة والإرهاب الدولي، ووفرت لهم منبرا دائما عبر برامجها من غير انقطاع وبدعم مموليها. كما تواصل القناة القطرية تبني الخطابات التي تثير الفتنة والشقاق بين الأوساط العربية، وهو الأمر الذي شكل عبئا على المواطن القطري. منبر من لا منبر له، بهذا الشعار انطلقت قناة الجزيرة القطرية للعالم العربي، وانطلقت مع هذا الشعار كل الأصوات النشاز التي وجدت من الجزيرة منبرا لها لإيصال رسائل التحريض والكراهية وزرع الفتن في الأوساط الخليجية والعربية، ومن بينها مئات التقارير والبرامج التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج. في كل مرة توجه الجزيرة منبرها نحو البحرين، تتصدى له الجبهة الداخلية بوقفة رجل واحد من جميع المؤسسات الأهلية والرسمية. فنوايا القناة باتت مكشوفة للعالم، وشعار منبر من لا منبر له كشف بأن القناة وبدعم مموليها تهدف إلى وضع الأرضية الإعلامية الخصبة لكل ناقم وخارج عن القانون، حتى صارت عبئا على المواطن القطري. بعيدا عن الاتزان الصحفي والعمل الإعلامي، تصر الجزيرة القطرية على المواصلة على نهجها الذي وجدت من أجله، والذي وعلى ما يبدو أن تبدله يتصل بالضرورة في تبدل أجندة ممولي القناة المكشوفة.